لذلك لابد من أن يكون في هناك حقيقة مرافق مياه قوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها. ومن هون يأتي أهمية هذا المؤتمر من أجل أن يكون في هناك عملية تبادل للخبرات، نقل للمعرفة في هذا المجال. وهنا لابد من أن أشير وأؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العربية لمرافق المياه، وعلى وجه الخصوص أخي خلدون خشمان، يعني اللي أصبح شعلة من النشاط يتواصل مع الجميع. إحنا على الأقل يعني في تواصل دائم وفي حث دائما وفي دائما يبدي استعداد أقوى لتقديم أي مساعدة كانت لنا كجانب فلسطيني. لذلك أنا بشكر هذه الجمعية التي استطاعت أن تصبح من أهم مؤسسات المياه على الصعيد العربي، وأصبحت دائما حاضرة في الجامعة العربية، ونحن كجانب فلسطيني استفدنا من ذلك من خلال تدريب عدد من الكوادر من الموظفين في إدارة محطات معالجة المياه، كذلك دورات للمدربين، ومؤخرا أيضا كان في هناك حوالي 36 متدرب من الجانب الفلسطيني اللي تدربوا على إدارة محطات معالجة المياه. وبالتأكيد هذا لا ينفي هنا أن نؤكد بأنه سبق ذلك أيضا كان في لدينا مجموعة من المدربين من المتدربين الذين حضروا بناء أيضا على توجيهات الدكتور حازم في وزارة المياه والري الأردنية، واللي تدربوا أيضا على عمليات صيانة الشبكات والخطوط. لذلك في هناك علاقة حقيقة أخوية استراتيجية تاريخية ما بين الأردن وفلسطين، ودائما نحاول أن نترجم هذه العلاقة أيضا من خلال التعاون الوثيق في قطاع المياه، ولكن ليس قطاع المياه هو القطاع الوحيد في التعاون ما بين الأردن وفلسطين، إنما تطال كافة القطاعات الأخرى دون استثناء. طبعا إحنا في فلسطين لدينا أكثر من 300 مزود خدمة للمياه، ومعظم هذه يعني هؤلاء المزودين يعانوا من يعني عدم وجود بناء مؤسسي حقيقي، يعاني من وجود اهتراء في الشبكات، وبالتالي في مشكلة أيضا في تزويدهم بالحد الأدنى من كميات المياه المطلوبة. وهذا بينعكس بالتأكيد على حالة عدم رضا لدى المواطن بشكل عام، بينعكس على حالة التنمية، عملية التنمية التي تتم في فلسطين وبشكل متسارع في كافة القطاعات. نجد أن في بعض الأحيان نكون عاجزين عن تلبية هذه الاحتياجات نتيجة العجز الموجود في المياه وما يتبعه من قضايا لها علاقة في المؤسسات أو مزودي الخدمات اللي بيعانوا بشكل مستمر. لذلك كان في هناك خطة إصلاح، ونحن نسير الآن وفق خطة إصلاح بناء على قرار من مجلس الوزراء، بناء على قانون مياه جديد في عام 2014 لإعادة هيكلة قطاع المياه بما يضمن وجود مؤسسات ومرافق مياه إقليمية. يعني بمعنى إحنا اليوم عندنا 300 مؤسسة، أعتقد أن هذا العدد والكم الكبير لن يستطيع أن يكون قادر على توفير الخدمات وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين، ولكن نحن نسعى للوصول إلى مرافق مياه إقليمية بما لا يزيد يعني عن 11 في الضفة الغربية وواحدة مرفق مياه في قطاع غزة. لذلك في هناك خارطة الطريق تم إعدادها بهذا الخصوص، في عدد من الأنظمة تم العمل عليها، في مجموعة من اللوائح أيضا يتم العمل عليها. في هناك يعني عملية إصلاح تسير في داخل قطاع المياه في فلسطين، نأمل أن تتوج نهاية بإنشاء مرافق المياه الإقليمية وفق خارطة الطريق اللي تم إعدادها، وكذلك إنشاء شركة المياه الوطنية وفق أيضا خارطة الطريق اللي تم إعدادها بهذا الخصوص. إحنا يعني لا أريد أن أطيل بهذه المناسبة أخي خلدون، ولكن
أريد أولا أن أؤكد على شيء وقضية مهمة بالنسبة لنا، ألا وهي قطاع غزة. قطاع غزة إخوان 97% من مياه الخزان الجوفي غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالتالي في مشكلة حقيقية، في مشكلة حقيقية بتهدد انهيار الخزان في عام 2020 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بهذا القدر. إحنا طبعاً في هناك خطة واضحة لسلطة المياه بيتم التعامل فيها من خلال معالجة الخزان، وقف التلوث سواء من خلال دخول مياه البحر أو من خلال تسرب مياه الصرف الصحي. في هناك إنشاء لمحطات مركزية لمعالجة المياه العادمة، في هناك محطات تحلية صغيرة يتم العمل عليها حالياً، ولكن يبقى دائماً الحل الاستراتيجي لقطاع غزة هو بإنشاء محطة التحلية المركزية، وهذا ما نسعى إليه خلال الشهرين القادمين. محطة التحلية ستصل تكلفتها لحوالي 600 مليون دولار بقدرة 55 مليون متر مكعب في كمرحلة أولى. في هناك تم يعني تجميع ما يقارب 400 مليون دولار، سيتم عقد إن شاء الله مؤتمر للمانحين قريبا لهذه المحطة في بروكسل من أجل المضي قدما بهذا المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 3 سنوات، يعني حتى عام 2020. لا نريد أن نتجاوز عام 2020 وتحدث الكارثة، لا سمح الله. إذا ما حدثت هذه الكارثة فإنها ستطال كافة الدول المجاورة وسيكون لها انعكاسات دولية خطيرة في المستقبل. لذلك نحن نعمل مع الجميع ونعمل مع كافة الشركاء من أجل تحسين الوضع المائي في فلسطين، والأردن يعتبر أحد الشركاء الأساسيين. وزارة المياه والري الأردنية أخي حازم الناصر، وإن شاء الله سنستمر، وعلى أمل أن نلقاكم في مرات قادمة. يكون الوضع المائي العربي قد تحسن كثيرا. نحن بالمناسبة قبل تقريبا 6 أشهر كان في عندنا مؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال في الجامعة العربية، وخرج بمجموعة من التوصيات الهامة بهذا الخصوص، وآمل خلال اليومين القادمين النجاح لهذا المؤتمر ليضاف مزيدا من النجاح أخي خلدون لأكوا. وأتمنى لكم جميعا يعني النجاح من خلال تبادل الخبرات، من خلال نقل المعرفة الحقيقية. أنا متأكد بأن هناك مجموعة من مرافق المياه الموجودة لدينا اليوم في مجموعة من الدول العربية لها تمتلك مؤسسات قوية تعمل وفق نهج تخطيطي وتنموي واستراتيجي أيضا. نأمل أن يتم تبادل هذه الخبرات ونقلها بين الجميع لنستفيد منها كأمة عربية، ونستطيع من خلالها أيضا توفير الحد الأدنى من المياه المطلوبة لأبناء شعبنا العربي بشكل عام، وللنهوض بهذا الواقع العربي المرير في هذه المنطقة من أجل أن تبقى الأمة العربية في الصدارة إن شاء الله. وشكرا لكم. ندعو الآن معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأردني. ليش نزل هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أخي معالي الأستاذ مازن غنيم وزير المياه في دولة فلسطين، سعادة سفير مملكة السويد لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أخي مندوب الجامعة العربية، وعطوفة الأخ المهندس خلدون الخشمان الرئيس التنفيذي لجمعية المرافق العربية، أسعد الله صباحكم. بداية أشكرك أخي مازن على ما تفضلت به من كلام ودعم فلسطين والقضية الفلسطينية، وهو واجب على كل مواطن عربي وعلى كل من ينتمي إلى الإنسانية، فهذه قضية عادلة وندعمها كما ندعم قضايانا الخاصة. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الموصول حقيقة
إلى عطوفة المهندس خلدون الخشمان الذي حقق ما لم نستطع تحقيقه على مدار السنوات السابقة، وأنا لا أجامل كما يعرفني البعض. فجمعية المرافق العربية أصبحت مؤسسة إقليمية يشار إليها بالنجاح والتطور ونقل التكنولوجيا، والدليل على ذلك هذا المؤتمر الذي يجمعنا جميعاً هذا اليوم من أبناء الدول العربية والدول الإقليمية والدول الأجنبية الصديقة. فلك منا أخي خلدون كل الشكر والتقدير والاحترام على ما تقوم به من عمل جبار. الأخوة الحضور، يشرفني ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في وطن الهاشميين، بلدكم المملكة الأردنية الهاشمية. أردن الأمن والأمان في إقليم ملتهب دمرت آلة الحرب والحروب الأهلية بنيته التحتية وحولتها إلى رماد، وأنهكت اقتصادياته ودمرت جيلاً كاملاً من الشباب، وخلفت الجهل والفقر لأجيال قادمة بدلاً من التقدم والازدهار والتنمية والتعليم والرفاه الاقتصادي. وكان النصيب الأكبر من الدمار والخراب لقطاعات المياه، وأصبح هنالك الملايين من أبناء أمتنا وأخوتنا لاجئين أو مهجرين يعانون العطش والجوع والخوف، لا بل تعدى الأمر إلى استخدام المياه والسيطرة على مواردها كسلاح فتاك للأسف الشديد لحرمان الملايين من رشفة ماء الشرب، أو حتى لري مزروعات يقتات عليها أطفال هربوا من الموت واللجوء. ولأن وضعنا المائي حساس وقطاعاتنا المائية هشة كما هو موضوع هذا المؤتمر، ومواردنا شحيحة ومحدودة في ظل تغيرات مناخية داهمتنا بأسرع مما كنا نتوقع. كنا نسمع عن التغير المناخي، ما وعينا إلا التغير المناخي حقيقة واقعة فوق رؤوسنا، والدليل ما يدور في كل من الأردن وفلسطين ولبنان وحتى دول الخليج العربي. والسبب طبعا يعود إلى أن البحوث والدراسات حول واقع المياه في منطقتنا ما زالت قاصرة عن ملامسة الواقع والتحديات. مقارنة مع ما يجري في مناطق أخرى من العالم وعليه، فقد أصبح التحدي المائي يتعاظم ويفوق قدراتنا المالية من حيث الإنفاق نتيجة للزيادة المضطردة. في عدد السكان والتغير المناخي والصراعات الإقليمية وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه. وعليه فلا بد لنا جميعاً كأفراد ومؤسسات ودول ومنظمات دولية من وضع الخطط والبرامج التي من شأنها إصحاح المسارات وزيادة منعت قطاعات المياه. Water Sector Resilience Plans نفتقد إليه في القطاعات المائية العربية، خطة لزيادة منعت قطاعات المياه ومحاربة هشة هذه القطاعات، وكذلك العمل على استدامة الموارد المائية وتحسين خدمات مرافق المياه، وهذا ما تقوم به الجمعية، جمعية المرافق العربية، من خلال الإدارة المتكاملة لموارد المياه والحوكمة الجيدة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكارات التي تناسب منطقتنا العربية، إضافة إلى ضرورة توجيه اهتمام البنوك العربية والعالمية والمحافظ والصناديق المالية
لتوفير التمويل اللازم لمشاريع ومنشآت المياه والصرف الصحي حسب الأولويات الإقليمية، ومنها ما ذكره أخي معالي وزير المياه الفلسطيني مشروع ناقل البحر الأحمر البحر الميت، الذي يعد مشروع استراتيجي هام لكل من الأردن وإسرائيل وفلسطين، سوري الأردن وفلسطين وإسرائيل. وضرورة أن تمد أيادينا مفتوحة لشراكات مع دول وأقاليم صديقة وأقربها علينا المناطق التي هي بجوار المناطق العربية لتطوير التكنولوجيا وتطوير المهارات والقدرات المؤسسية لهذه القطاعات. أيتها الإخوات وأيها الأخوة، لدينا من التحديات والصعوبات الكثير الكثير اللي ذكروها بعض الإخوان في حديثهم، والتي تحتاج إلى كل جهد وطني صادق لمواجهتها ووضع الحلول الناجعة لها، ابتداء من سيطرة دول أعالي الأنهار على مواردنا المائية العربية في سعيها المتواصل لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على مجتمعاتنا ودولنا. مروراً بالضخ الجائر لأهم مورد اقتصادي لنا بعد النفط، ألا وهو المياه الجوفية. 80% من مياه الشرب في الدول العربية تأتي من المياه الجوفية، لكن للأسف هذا المورد يتعرض للدمار والتلوث والضخ الجائر، وهو المصيبة الغير مرئية التي ستواجه كافة الدول العربية بدون استثناء. وكذلك تلوث مياه الأنهار، وانتهاء على سبيل المثال ولا الحصر بارتفاع ملوحة خليجنا العربي التي أصبحت مياهه تشكل مصدر قلق لكثير من دول الخليج من حيث قدرة التكنولوجيا الحالية في التعامل مع مثل هذه المياه مستقبلا، والكلف العالية التي ستترتب عليها، إضافة إلى دورها في الأمن القومي والأمن المائي بالتحديد، والذي يعد محورا أساسيا للاستقرار والتطور والازدهار. أضف إلى ذلك تأثير الجفاف والفيضانات التي خلفت أثاراً اقتصادية واجتماعية على منطقتنا والعالم، وهذا الموسم المطري بالذات سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على قطاعات المياه في منطقتنا العربية. ليبقى السؤال البسيط الذي يسأله المواطن العادي وليس الخبير أو السياسي، سؤال بسأله أي مواطن، والسؤال هو: وماذا نفعل لمواجهة التحدي المائي؟ طيب سمعنا كل التشخيص، كل المشاكل، طيب شو بدنا نعمل؟ وماذا نفعل لمواجهة التحدي المائي وتعقيداته المستقبلية في منطقتنا العربية؟ وقد يكون الجواب أيضاً بسيطاً: أنا أبحث عن ماء أم عن مال لحل